أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن صروح الإنجاز في مختلف القطاعات أساسها حب الوطن والعمل من أجله، وهو ما يظهر جليا في مختلف ميادين النماء والتطور التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرا سموه إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسم حاضرا ومستقبلا أفضل للجميع، وسنواصل العمل على تحقيق رؤى وتوجهات جلالته حفظه الله ورعاه بروح الفريق الواحد فريق البحرين، والذي يضع الإتقان بالعمل والمثابرة والإخلاص من أجل الإنجاز ورفعة ونماء الوطن نبراسا له. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، مجلس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذي حضره معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومجلس عائلة المسلم، الذي تفضل سموه بافتتاح مقره الجديد اليوم، ومجلس سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، لافتا سموه إلى دور المجالس الرمضانية في الشهر الفضيل في تعزيز السمات النبيلة للمجتمع البحريني القائمة على التواصل والتراحم والتآخي، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز نهج الآباء والأجداد الذي يعكس الصورة المشرفة لأصالة المجتمع. وقال سموه إن تكاتف جميع أبناء الوطن كل تحد يمثل فرصة حقيقية للتطور والنماء، معربا سموه عن اعتزازه بفريق البحرين الممثل بكافة مكونات المجتمع الذي واصل تحقيق الإنجازات المتميزة وغير المسبوقة على الرغم من التحديات التي فرضتها حالة عدم الاستقرار بالعالم، حيث أن النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تم بلوغها بروح الفريق الواحد هي مصدر فخر ويجب البناء عليها لصالح المواطنين، فما يتحقق اليوم هو على مسار بناء اقتصاد يحمي مكتسبات الوطن لأجل أجيال الحاضر والمستقبل، ويجب تجديد العزم دائما لتعزيز الشراكة والتعاون لتجاوز كافة التحديات. وأضاف سموه أن خلق الفرص الواعدة للمواطنين هدف نضعه دوما نصب الأعين، ولأجله يستمر بكل عزم تنفيذ خطط وعمليات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مميزة وتدعو للتفاؤل على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، معربا عن شكره لكافة الجهود المخلصة لأبناء الوطن وعزيمتهم المتجددة من أجل تحقيق كل الخير والنماء للبحرين. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس الرمضانية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بزيارة المجالس الرمضانية وحرص سموه على الالتقاء بأبناء الوطن، داعين الله عز وجل أن يعيد على سموه شهر رمضان المبارك بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على درب الخير خطاه لما فيه خير الوطن والمواطن. هذا وقد رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين.